السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للقراءة الشعرية المندرجة من الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة، مجال الهوايات، المرجع 1 الكلمات العربية للمستوى الرابع. نبدأ على بركة الله، دائما نبدأ بأسئلة التهيئة للقراءة والملاحظة والتوقع. إذا أذكر بعض فوائد الرياضة التي أهواها، على سبيل المثال أنا أهوى رياضة السباحة. إذا فوائد الرياضة التي أهواها: تمرين الجسم بالكامل، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتكسب لياقة بدنية ومرونة في الحركة. إذا فوائد الرياضة التي أهواها: تمرين الجسم بالكامل، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتكسب لياقة بدنية ومرونة في الحركة. ألاحظ وأتوقع، أقرأ عنوان النص والبيت الرابع ثم أتوقع ما تتحدث عنه القصيدة وما غاية الشاعر من نظمها. إذا عنوان النص هو: الرياضة هواية وفخر. أما بالنسبة للبيت الشعري الرابع: فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين. إذا أتوقع أن يتحدث النص عن الرياضة وفوائدها. وما غاية الشاعر من نظمها؟ أتوقع أن تكون غاية الشاعر من نظم القصيدة تحسيس الشباب بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها على الجسم. إذن أتوقع أن تكون غاية الشاعر من نظم هذه القصيدة تحسيس الشباب بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها على الجسم. الرياضة هواية وفخر. أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في إنزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين. فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسمين، فيلقون المتاعب باسمين. فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاتفين. وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين، فكن فينا رياضيا قويا، وكن في الأرض إنسانا معينا. هنالك نبلغ العليا زهوا، ونرفع رأسنا في الرافعين. لعمر فروخ، ديوان فجر وشفق بالتصرف. إذا شرح مستعدة: عرينا، العرين هو مأوى الأسد. المتينة، المتين هو القوي. الهازلين، المازحين. الرزايا، المصائب. زهوا، فخرا. إذا أفهم، أختار الصفة المناسبة وأعلل اختياري. إذا الرياضي هو البطل الشجاع أم المتهاون؟ لاحظوا معي في البيت الأول: أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لقت قرينا. إذا الرياضي هو الشجاع، الشجاع، لأن الشاعر شبه في البيت الأول الرياضية بالأسد، لأن الشاعر شبه في البيت الأول من هذه القصيدة الرياضية بالأسد. أحدد شفهيا المعنى المناسب لكلمة نرفع في كل جملة. إذا نرفع رأسنا، المعنى في السياق: نعلي رؤوسنا أو نعلي رأسنا. نرفع صوتنا، نجهر به، نرفع أيدينا عن الأكل، ننتهي من الأكل، أختار لكل مضمون في القصيدة المقطع الشعري الذي يمثله. إذا المضامين: المقاطع: تميز الأسد بصبرها
في الدفاع عن عرينها. اذا في البيت الاول والثاني لاحظوا معي: أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في إنزال إذا ضاقت صدور النازلين. إذا البيت الأول والثاني يتحدث عن تميز الأسد بصبرها في الدفاع عن عرينها، بيان فضل الرياضة على أخلاق الشباب وأجسامهم. إذا الشاعر يتحدث عن فضل الرياضة على أخلاق الشباب وأجسامهم ابتداء من البيت الثالث: سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين، فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسمين، فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاتفين. إذا من البيت الثالث إلى البيت السابع يبين لنا الشاعر فضل الرياضة على أخلاق الشباب وأجسامهم. الرياضيون الأقوياء مفخرة لوطنهم وحص له. إذا من البيت الثامن إلى البيت العاشر: إذا وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين، فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا معينا، هنالك نبلغ العلا زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين. إذا من البيت الثامن إلى البيت العاشر يتحدث الشاعر عن الرياضيين الأقوياء الذين يعتبرون مفخرة لوطنهم وحصنا له. أحلل وأتذوق، أستخرج من النص ثلاث جمل تدل على فضل الرياضة على الشباب. إذن تزودهم بأجسام شداد، تغرس فيهم الخلق المتينة، تبعث فيهم روحا شريفة. إذن جمل تدل على فضل الرياضة على الشباب: تزودهم بأجسام شداد، تغرس فيهم الخلق المتينة، تبعث فيهم روحا شريفة. أعين المعنى المستفاد من أوسعها صدورا بما يأتي: أقلها تحملا أم أكثرها تحملا. إذا المعنى المستفاد من كلمة أوسعها صدورا وأوسعها صدورا في إنزال إذا ضاقت صدور النازلين. إذا أوسعها صدورا هي أكثرها تحمل، الأكثر تحملا. وردت في القصيدة كلمات متقاربة في الحروف والأصوات، أستخرج مثالا لذلك. إذا الكلمات متقاربة في الحروف والأصوات: الهازلين الطامحين المتينة، الهازلين الطامحين المتينة. لاحظوا معي: النازلين، هناك أيضا نازلين، الهازلين طامحين المتينة. إذا عندي كذلك باسمين متكاتفين. أركب وأقوم، أصوغ الفكرة العامة للنص. إذا يتحدث لنا الشاعر في قصيدته عن الرياضة وأهميتها وعن القيم الطيبة التي تغرسها. أهميتها للشباب والقيم الطيبة التي تغرسها فيهم. إذا يتحدث لنا الشاعر في قصيدته عن الرياضة وأهميتها للشباب وعن القيم الطيبة التي تغرسها فيهم. السؤال الثاني: أختار من القصيدة بيتا أعجبني وأعلل سبب إعجابي به. إذا البيت الذي أعجبني هو البيت الخامس من القصيدة: فحي معي للرياضة إن فيها فوائد للشباب، لا الخامس عفوا: تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتينة. البيت الذي أعجبني هو البيت الخامس لأن الشاعرة وضح فيه فائدة الرياضة للجسم، وذكر أيضا ما تزرعه من أخلاق حسنة في أنفس الشباب. إذا كما قلت البيت الخامس، البيت الذي أعجبني هو البيت الخامس لأن الشاعرة وضح فيه فائدة الرياضة للجسم، وذكر أيضا ما تزرعه من أخلاق حسنة
في أنفس الشباب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.